صباح الخير رندا. صباح النور، كيفك اليوم؟ اشتقنا. ماشي الحال؟ ايه كثير منيح. رح نذكر برقم التليفون، نحن حابين تتصلوا فينا اذا عندكم اي سؤال لرندا على 0444 444. واكيد ما تنسوا صفحه الفيسبوك بيج، عم يجيكم اسئله واضحه بتنطرح على الفيسبوك بيج رندا. فيسبوك بيج تينا انا، لانه في الفيسبوك تبع الام تي في وعندي الفيسبوك بيج اللي عندي بالكلينك، فبيكون اوقات اسئله بتنطرح، اوقات في اشياء بتعلق علي او هون او هون او هون. نحن دائما مستعدين انه نكون عم نشارك، لانه في اشخاص بفضلوا ما يتلفنوا يمكن، بس انه يكتبوا اكثر الكيس تبعيتهم. ليش لا؟ نحن دائما موجودين وموجودين حتى نكون عم نجاوب. اكيد. وانا كمان عم نزل على على الفيسبوك بيج تبع الام تي في الارتكلز، عندي 2 ارتكلز عم ينزلوا بالشهر، عم يكونوا لاشياء كثير متعدده للاشخاص، للاثليتس، للشيء عن السليوليت، شيء عن هلا عن المواضيع مختلفه، مواضيع مختلفه. فكمان في الاشخاص يقرون، والاشياء اللي مش حكينا عنهم شو بحب انا يقولوا لنا عن مواضيع بحبوا انه يقروا ويسمعوا، هيدا نحن دائما مستعدين كرمال المشاهد. اليوم موضوعنا عن الديتوكس. موضوع الديتوكس موضوع كثير كبير، كثير كبير، واكيد ما رح يخلص، عليك جدل كمان 100% وما رح يخلص. اليوم رح احكي، لانه بدي فوت الساينس بيهايند ات، سو رح احكي شوي على مهل ياخذ معنا هاليومين ونشوف بالنتيجه شو نطلع بالنتيجه انا وانت وهالمشاهدين. بس قبل رح خبر خبريتي اليوميه. خبريتي اليوميه هي عن الايرون سبلمنتس، اما الحبوب السبلمنتس الحديد اللي بنعطيهم للاشخاص. بيطلع حكي من فتره انه هول الايرون سبلمنتس عم يعملوا مشاكل بالمصران، فاذا الايرون سبلمنتس هن الحبوب اللي بناخذهم الحديد للي عنده نقص بالحديد. فطلع حكي انه يمكن يعملوا مشاكل بالمصران او يعملوا ملاريا. هلا فنعمل هون باستراليا، نعمل كثير ريسيرش على هالموضوع. اول شيء تبين انه عالميا الاولاد 25% من الاولاد بالعالم عنده مشكله فقر دم، اللي هي عدد كثير كبير. هلا فقر الدم بيجي من عده اسباب، يعني منها الجسم ما بيقدر يمتص الحديد بمحلات معينه، منها بيكون في الفيتامين بي 12 في عندنا فقر فيه، فتكوين الكريات الحمر ما بيكون مظبوط، وعدة أسباب. ولكن السبب الأهين، سبب اللي فيه يتعالج، اللي هو إذا كان عندنا نقص بالحديد. وتبين إنه هول الأولاد اللي كان عندهم نقص بالحديد حتى تركيزهم كان كتير أقل، استيعابهم والآي كيو تبعهم كان أقل. فوقت انعطوا هول الأولاد الأيرون سبلمنت، طبعا نحن هون في أكل خصوصي لازم ينعطى، والأكل اللي هو عالي بالحديد ومظبوط فيه فيد، ولكن وقت يكون عندنا نقص بالحديد اول شيء بنعمله هو نعطي هالايرون سبلمنت. هو عم ياخذ هالحبه سبلمنت يكون عم ينتبه على كيف بده ياكل الولد. فالمهم انه بهيدا الستادي انعطوا الايرون سبلمنتس، وتبين انه الاولاد نسبه ذكائهم عليت، الاي كيو، نسبه استيعابهم عالي، تبين انه حتى الاولاد اللي كانوا كثير ضعاف بلشوا يعبوا، الجروث تبعهم نموهم صار احسن، والطول كمان صار احسن، بين انه هن عم يطولوا اكثر. هل نعمل مشاكل ملاريا اما مشاكل بالجهاز الهضمي؟ ما بين بولا حاله من 7080 كيس ولا حاله بتعمل هيك. فاذا ما بدنا خاف من الايرون سبلمنت، اللي عنده خوف منه اللي بيقول لي انا ما باخذ ادويه، هيدا منه دواء، هيدا سبلمنت. هلا مكمل غذائي، مكمل. هلا نحن بحاجه لنكون عم ناخده وقتها يكون عندنا مشاكل. فدايما بدي نبه الاهل وذكرهم ليش ما بيعملوا فحوصات حديد، خصوصا الاهل اللي بيشوفوا الولد ما عم يقدر يستوعب، اوقات تعبان كل الوقت، ما في نشاط جسدي، او حتى النمو ما عم يكون بطريقه مضبوطه. خلي هن اوقات يطلبوا من الطبيب تبع الولد انه تو اوردر فحص دم حتى يشوفوا اذا في مشاكل بالحديد. فهيدي خبرية. حلو. ديتوكس. هلا برجع للخبرية اللي هي الخبرية هلا الشغلة الدنيا، اللي هو ديتوكس. اول شيء بدي اقوله انه نحن ديتوكس يعني تنظيف الجسم. طب نحن ليش عم ننظف الجسم؟ نحن بحاجة ننظف الجسم. هلا هيدا السؤال. الجسم عم يصير عنده عم يتقل باشياء اللي هي بويزن. ديتوكس يعني نحن بنشيل السموم من الجسم، هو الديتوكس انعمل ليشيل السموم، ليشيل تأثير التدخين والالكهول والدراكس كمان. فاذا هي هيدي، مشان هيك هون انعمل شيء انه للتنظيف اجمالا. نحن مفروض الكبد يكون عم ينظف جسمنا، ولكن شو عم بيصير بهالايام؟
عم يكون اوقات في مش اوقات على طول عم يكون في اشياء من برا زياده جسم عم ياخذها يعني بوليوتنس يعني اول شيء في عنا بوليوتنس اللي هو عم يكون في تلوث ثاني شغله الاكلات اللي عم ناكلها عم تكون معظمها بروسس يعني هي عم ينزد لها اشياء مضافه بعدين نحن عم ناكل ماكولات هي معلبه فاذا بالتعليب في عنا مواد محطوطه بقلب هيدي العلبه مواد محطوطه بتسكيرتها للعلبه حتى لو كنا عم نحكي عن ازاز التسكيرة هي البلاستيك كمان بيكون فيها مواد اللي هي عم نشتغل فيها هلا هيدا كله عم يفوت على الجسم نحن كل ما فات على الجسم زيادة أول شيء بيفوت على الجسم الجسم بيصير يجمعه بحاول أنه يروح منه قد ما فيه ولكن إذا الجسم جمع كثير من الأشياء اللي هي توكسيك أما الأشياء اللي هي سامة بالآخر هو لحاله ما رح يقدر يظهرهم مشان هيك هو بحاجة للمساعدة بس نحن أيمتى بنعرف أنه وصلنا لهي المرحلة هلا يعني جسمنا شو بيقلنا أول شيء جسمنا ببلش يتعب وهون مش كل جسم رح يتعب تعب اما رح نفس الطريقه او رح يكون تجاوب نفس الطريقه بيدخل هون العامل الجيني فاذا جينيا في ناس جسمها ما بيحمل كل هالتلوث في ناس جسمها بيقدر يحمل وبيقدر ينظف لحاله فهون فينا نقول انه في جسم اضعف من جسم طبعا كصحه 100% هلا شو بنحس بنبلش نحس بالعوارض العوارض اللي هي بنرجع فايبروميالجيا التعب الارثرايتس اكثر شيء عم يبين كمان عندنا مش بس زياده بالوزن بصير واحد كمان انا نحكي عن الوزن هون لانه له علاقه بتصير عم تعملي ريجيم بتحسي جسمك ما عم يقدر يضعف يعني في مواد ما عم تخلي جسمك يتجاوب مزبوط حتى 100% مع الجسم هون قلت شغله كثير مهمه انه الديتوكس له علاقه بتنظيف الجسم بس في كثير اشخاص بيعملوا ديتوكس تا يضعفوا عظيم فهون اكيد هو منه هدفه ليكون عم نضعف هلا كمان الشغله الثانيه يعني انا بجي بعمل ديتوكس بعتقد بكره رح يطلع لنا مجال نحكي شو هن انواع الديتوكس دايتس هول بكره اكيد بوعد انه احكي فيهم ولكن نحن بالنتيجه بنعمل ديتوكس دايت وبنرجع بندخن وبنرجع حتى بناكل كيف ما كان حياتنا بتكون حياه كلها ستريس بنشرب الكحول ما عملنا شيء يعني هو منهم هاليومين ثلاثه نعمل ديتوكس ونرجع على كل هيدي التنظيفه ابو جمعه ما بتفيد هيدي التنظيفه ابو جمعه وبدها تكون منظمه بدها تشرج بفكروا انه بنرجع بنشرج بالجمعه بدها تكون اولا كثير منظمه هي اللي بكره بدي احكي عن تفاصيلها ولكن هي بعد ما تشرج بدي يكون انا اخذ قرار انه انا بحياتي بعد ما اعمل هيك بدي نظف حياتي لولا هيك ما رح لاقي نتيجه ما رح من هالديتوكس ابدا لانه يمكن اللي بيصير بعد هالديتوكس دايت بيصير في رده فعل عند الشخص اللي هي بتجي نفسيه منها انه اللي جمعه موقف تدخين بصير دخن دبل مزبوط اللي جمعه مني اكل اكل من برا بصير دبل اكل من برا فاذا هون ما في قرار انه انا بدي اعيش طريقه صحيه لكون عم نظف جسمي كل يوم بيومه ساعتها هون حرام انه نفوت بهيدا الموضوع بس في ناس يمكن نفسيا بيعملوا ديتوكس يعني هلا جايين شهر الاعياد يمكن ناكل كثير حلويات او نشرب كثير كحول مزبوط. بيجي جانيوري بنقول اوكي خليني اعمل جمعه ديتوكس هيك بنظف كل هالاشياء اللي اخذتها خلال شهر ديسمبر مش غلط انه ينظفوا الاشياء بس بدي ارجع اقول ما نفوت بسايكل واللي بيفهمنا اكثر شيء هو الشخص اللي بيعملهم على طول اللي بيسافر بيعمل ديتوكس دايتس على طول بيرجع بيكون حاسس كثير مرتاح ومنشط بركي وهيك بس بيرجع بعدين بحس انه التاثير سلبي دبل صار من ورا مش لانه من ورا الديتوكس من ورا لانه هو كيف رجع على اللايف ستايل تبعوله فانا دائما اللي مثل ما بقولوا بدعي عليه بشر فيه انه بليز بدنا يكون عندنا لايف ستايل اللي هو لايف ستايل صحي هيدا اللي بدنا نتجه له رح ناخذ اتصال بونجور جانيت الو وي صباح الخير الو بونجور بونجور بدي اطلب منك توطي صوت التي في اذا بتقدري صباح الخير اوكي مش الحال؟ ايه وطيت الصوت تفضلي شو سؤالك؟ الو وي عم نسمعك من التليفون سمعينا شو سؤالك مدام؟ نعم انا سؤالي يعني غير عن الموضوع انا كبيره بالعمر عندي 70 سنه وعندي البوتاسيوم عالي 5.8 فالمفروض كل الفواكه فيها بوتاسيوم انا بدي اسال مدام رندا شو لازم اكل لاقدر اوطي البوتاسيوم واذا ما بدي اكل فواكه نعم شو في شيء ثاني
بديل عن الفواكه اقدر اكله. شكرا لسؤالك. اوكي. بوتاسيوم لما يكون عالي كيف فينا نعطيه؟ هلا كل شيء نحن بنقول بوتاسيوم مهم ولازم ناخده، ولكن وقت يكون عالي البوتاسيوم هالشيء بياثر على الكلاوي. نعم. واكيد نحن لازم نوطيه 100%. هلا في كثير اكلات وخصوصا بالفواكه والخضره، الخضره كمان اكثر من الفواكه بتحتوي على كميات عاليه من البوتاسيوم، البقوليات كمان بيحتوي على كميات عاليه من البوتاسيوم. سهول بدنا نتفاداها؟ فنحن بنشوف انه وقتها بدنا ناكل اكل ما يكون فيه بوتاسيوم بدنا توجه لنوع تاني اللي هو نوع النشويات، اللي هو الرز، الخبز، اللي هو وقتها اللحومات. هلا من عدا اذا عندنا البوتاسيوم عالي وبدنا ننتبه على البروتينات كمان بدنا ننتبه بنصير للحومات. سو اي فواكه قليله بالبوتاسيوم؟ هي هيئتها بتحب الفواكه 100%. هون بدنا نعرف نحن انه اولا العصير ما بدنا نكون عم نشربه ابدا، اللي هو لانه هو بيكون مركز بكذا وحده فواكه. والشغله الثانيه اكثريه الفواكه هي عاليه بالبوتاسيوم، بدنا ننتبه انه نحن ناكل كميه قليله من الفواكه. نعم. كميه قليله من الفواكه لشخص اللي عنده هالقد بوتاسيوم عالي انا بعطيه قطعه فواكه بالنهار ما يكون عم ياخذ اكثر. بده يقسمها؟ هيدي القطعه فيها كلهم ما بياثر ابدا. فاذا هيدي القطعه هي بدها تجي حجم التفاحه، ودائما الاشخاص اللي عندهم بوتاسيوم عالي بنطلب او يمكن اصغر شوي فبنطلب منهم ياخذوا قل تفاحه او بنطلب منهم ياخذوا بركي افندي، هلا موسم الافندي. نعم. وحده افندي لانه هي حجمها صغير. هلا اوقات في اشخاص بيتساءلوا انه اعطيتينا افندي بس ما اعطيتينا ليموني اما جريب فروت اما البوملي اكبر. فهي هيدي هي كل خبريتها، مش لانه الليمونه فيها اكثر لانها ليمونه، بس عم نحكي عن كميه هون. لانه الليمونه هي بتعمل ثلاثه تقريبا من الافندي، فاذا هون عطتنا ثلاث مرات اكثر بالبوتاسيوم. واكيد اللي بدنا نتحشاه 100% هو الافوكا، اللي بدنا نتحشاه هو الموز، البطيخ فيه بوتاسيوم، التين فيه بوتاسيوم، كثير كثير من من الفواكه فيها بوتاسيوم. ناخذ حجم الفواكه الصغير وناخذ وحده صغيره. نعم. ماكسيموم من قطابه التنس. نعم. كمان اتصال. الو الو بونجور، صباح الخير، مين معنا؟ انياس. انياس شو سؤالك؟ اسال مدام رندا عن السبليمون الكالسيوم. انا عم باخذ سبليمون كالسيوم، في اذكر اسمه سيكالداوي 100. اوكي. مع إرودي كمان ما بيصير كثير كمية الإرودي دي ميل. ايه عم تاخذي الإرودي مرة بالجمعة؟ ايه نعم. اوكي. والكالسيوم كل يوم. أوكي. هلا بدي اسأل، أنا عم باخذها بعد الترويقة دغري قال للحكيم للكالسيوم. نعم. ما بتصير كثير مع حصة الحليب ككالسيوم يعني على فرد وقعة، والإرودي كمان ما بيصير كثير انه يلا حلوين حلوين اسئلتك. نعم. بس انا بدي اسال سؤال، انت كمان هون بدي اعرف قديش ليفل الفيتامين دي عندك، هل عندك نقص بال ايه انا وقت اللي عملت فحص كان عندي نقص ووصف لي انه عملت ورجع اخذت على فتره على اساسه اعطاني ورجع اعطاني هيك، وهلا رح ارجع اعمل فحص كل سنه. لازم كل سنه الايرودي هيدا الفيتامين دي؟ فيتامين دي طبعا طبعا كل سنه او كل ست شهور لازم نعمله. نعم. سؤالات كثير حلوه وكثير براتيك. عم تاخذ سبلمنت كالسيوم فيه وفيتامين دي؟ نعم. مشان هيك خايفه وعم تاخذ وكمان فيتامين دي لحاله. ما بدي تخافي لانه وقتها عم تشرب حليب كمان. ايه هلا رح احكي عن الحليب. اول سؤال انه عم تاخذ تو سبلمنتس ما تخاف. نعم. لانه بهالكميات ما رح يصير اوفر دوز للفيتامين دي. هيدي شغله، لانه اوقات اليورو دي بنعطيه 10,000 بنعطيه عند الحاجه القصوى يوميا للشخص. نعم. فاذا هو بيكون عم ياخذ كثير اكثر. شو الاوفر دوز للاوفر دي؟ للفيتامين دي؟ بكثير اكثر من 10,000، يعني بده يكون نمبر كثير اكثر من هيك. أوكي. فما بدها تخاف منه بعيدة. ابدا بالجمعه. نعم. يعني هي فيها تفكر انه فيها تاخذهم ل 10,000 بالنهار. فاذا اند شي ستيل سيف، فهون ما لنا مشكله. هلا كمان لجاوي بكون كثير مزبوط عم جاوي، بدنا نضلنا نعمل الفحوصات، اذا شفنا صار عندنا كثير ليفل عالي يمكن يكون الطبيب يوصف انه نوقف اليورودي بفتره، او يمكن ناخذ اليورودي وناخذ الكالسيوم بلا الفيتامين دي. فساعتها هون بنشوف اي حل هو الانسب لجسمك. نعم. انياس هلا هل نحن بدنا ناخذهم مع الحليب؟ مفروض الكالسيوم ما يتاخذ مع الحليب، فهون بدي تعملي فرق بينه وبين الترويقه تقريبا ساعه ساعتين، فاذا ما يتاخذوا سوا. بس بفتكري كان سؤالها ككميه، ككميه لانه عم تاخذ حليب وعم تاخذ سبلمنت كالسيوم. منه اشكال ابدا، بفنجان الحليب في 300 ملي جرام زياده للكالسيوم بنهارك منه مشكله ابدا. ولكن ما يتاخذ سوا. ما بيضر زياده الكالسيوم؟ ما بيضر، ولكن زياده الكالسيوم بتضر
بتضر اذا اخذناها على وقعه وحده. اوكي اوكي. ومش ان هيك الكالسيوم اللي بناخده هو مقسم صار على كميات صغيره اصغر، مش ان هيك ما في اشكال، ولكن ما ناخذهم على وقعه وحده. هيدا الجواب. نعم. هلا برجع على موضوعي. خلص وقتنا، بس نحن بكره رح نكفي موضوع الديتوكس. رح نكفي بشو هن الاكلات اللي بدنا ناكلها بالديتوكس، شو هو اللي بده ينظف جسمنا. نعم. لانه بعدنا عم نحكي على الانترودكشن هون، بكره بدنا نعرف شو لازم ناكل. عظيم. لكن مشاهدينا رح تلاقوا رندا بكره بموضوع الديتوكس ببالانس. رح ناخذ بريك ومنكفي.